بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة أول حاجة بس عايز أقولها لحضراتكم إن إحنا النهاردة أو بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 7 بكرة إن شاء الله هنقفل التصويت على 10 تيشيرتات لنادي الأهلي، على مين اللي هيقول الطرف الثاني في بشكل صحيح. طبعا لأن زي ما حضراتكم عارفين بكرة الساعة 7 إن شاء الله هتبدأ قرعة دوري الأبطال الأفريقية، والناس كلها هتعرف من سيلاقي النادي الأهلي، وبالتالي الساعة 7 بالظبط هنقفل باب التصويت. لأن أنا النهاردة الحقيقة أنا بقالي يومين كده الحقيقة ما فتحتش الصفحة بتاعة النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي. النهاردة لما فتحت الصفحة يعني لقيت 32 ألف تعليق، 32 ألف تعليق الحقيقة موجودين على الصفحة، شاركونا في ملعب الأهلي واكسب تيشرت توقع الطرف الثاني لمباراة النادي الأهلي القادمة في ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا. زي ما قلت لحضراتكم مفيش أي مشكلة إن احنا يجيلنا 32 ألف تانيين، مش هنبقى متضايقين بالمناسبة، هنبقى مبسوطين جدا جدا جدا. أهم حاجة إن تكونوا حضراتكم دايما بتشاركونا ودايما بنبقوا وتبقوا دايما معانا. وبالتالي أنا عايز بس حضراتكم كمان، هي مفيش غير الصفحة أو السؤال ده بالفريم ده وهو امام حضراتكم، هو ده اللي احنا بناخد منه العشر تيشرتات اللي هتكسب ان شاء الله، او العشر اسماء اللي هتكسب عشر تيشرتات من تيشرتات النادي الاهلي الجديده اللي هي الامبرو الجديده. وبالتالي عارفين طبعا ان احنا شايفين اعداد كثيره جدا، ولكن في اعداد كثيره ايضا في بوستات تانية، ولكن اللي عايز اقوله لحضراتكم ان هو ده البوست الرسمي للمسابقه، البوست اللي قدام حضراتكم، شاركونا في ملعب الاهلي او شاركونا في ملعب الاهلي واكسب تيشرت توقع الطرف الثاني لمباراه النادي الاهلي القادمه في ربع نهائي دوري الابطال الافريقي. 10 تيشرتات زي ما قلت لحضراتكم ستوزع على الاسماء الفائزه. ازاي هنختار الاسماء الفائزه؟ بكره ان شاء الله على الهواء مباشره هنختار من ضمن ال 32000، هم لغايه دلوقتي الحقيقه 32000. انا شخصيا متخيل ان احنا بكره ان شاء الله ممكن نوصل 50 55000 ان شاء الله تعليق. والله هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد الاعداد كلها وناخد الناس كلها، لا مش هنحاول على قد ما نقدر، احنا هنعمل كده بالفعل وهنجيب كل الاسماء اللي حضراتكم اللي بعت لنا على هذا البوست. وزي ما قلت لحضراتكم هو بس عشان تبقوا عارفين هو ده البوست اللي احنا فقط بناخد منه الاسماء الفائزه ب 10 فنلات للنادي الاهلي. هو دلوقتي عليه تقريبا 8800 لايك و 32000 تعليق و 162 شير، وبالتالي اي حد عايز يكتب او يكتب تعليقه او يتوقع من سيكون الطرف الثاني في مباراة النادي الاهلي في دور الثمانيه في دوري الابطال الافريقي يبعت على البوست اللي حضراتكم شايفينه امام حضراتكم. ده اولا. طبعا انا سعيد جدا بكميه التفاعل اللي حضراتكم بتعملوها ومنتهى السعاده الحقيقه، دايما ببقى مبسوط بكده. انا يعني انا لو عليا عايز اعمل 10 تيشيرتات كل ماتش الحقيقه علشان دايما تبقوا حضراتكم متفاعلين معانا. وبمناسبه بقى ان احنا بنتكلم عن الجمهور،